صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم فيها مواضيع مختلفة منوعة، نحاول نناقشها مع ضيوفنا ومحللينا اللي متواجدين معانا، ونرحب فيهم بداية على اليمين المدرب الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه أيضا المدرب الوطني الدكتور فايز فريح، على اليسار اللاعب الدولي السابق الكابتن فرج لهيب، وبجانبه الحارس الدولي السابق كابتن نواف الخالدي. حياكم الله اخوان، احييكم، صباحكم الله بالخير ويا رب فيكم. حلقتنا اليوم منوعه، ما يطلبون المشاهدون. اي والله ما يطلبون المشاهدون. يطلبون يا قوال يا اللي حاب يشاركنا، ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. نشكر كالعاده رعاتنا وداعمينا شركه وينرز العالميه، معقمات هايجين ومياه بيرين. الشكر ايضا لاخوي فهد البكر وبدر البكر. شكرا لشاورما اند جريل اخوي محمد ددا المطيري واخوي راشد سعد الزوير، شكرا لكم. شكرا لحلويات كراميل واخوي عواد البريتشي واخوي عبد الله سعود الدرويش، مشكورين. شكرا لمطعم دومز. شكرا لكيو كيبل اخوي فيصل كندري اللي نتحمد له بالسلامه ونقول له ما تشوف شر، واخوي عبد العزيز الشكناني. شكرا لدير اندير اخوي محمد العنجري ومدام شاديه. شكرا لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيز في الكويت اخوي طواري مدلول، والشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه اخوي مشاري بلال، واخيرا الشكر لمتادور ديزاين اخوي اسامه واخوي سلمان. اختم بالشكر لاطياب القمه واخوي عبد الله العتيبي، وانا حرصت اني اختم في اطياب القمه لان في اعلان بسيط، تنويه بسيط. الاخوان في اطياب القمه عندهم يعني فكره جميله لعشاق المزاد وعشاق العطور والبخور والطيب. عندهم مزاد عبر حسابهم في الانستغرام لايف على الهواء مباشره. ادري بالكويت الان يعني كثير من الاخوان صراحه قاعد يكلموني عن مواضيع المزاد والمزادات، انواع مختلفه على المسابيح على الساعات على يعني اليوم تقعد الديوانيه تشوف الشباب اللي يمك حاطين المزادات ويلعبون ورقه. زين تابع ورقه ولا تابع المزاد ما تدري؟ شوف لا تطالع ورقه يعني يقول اشياء ثانيه غير ورقه. لا والله انت بالداخل يعني تقول ورقه. ف يعني فكره المزادات هذه وفكره المزاد، اشكر اخوي عبد الله العتيبي طبعا هو كمسؤول عن الاطياب القمه، طبعا في ناس مسؤولين عن هذا الموضوع لكن هو كصاحب الاطياب اطياب القمه شكرا على هالفكره، وان شاء الله يعني واتمنى وادعو الجميع للمشاركة في هذا المزاد عبر حساب الانستغرام الخاص في أطياب القمة الانستغرام لايف. أيضا قبل لا أبدأ خلي أتحمد بالسلامة الدكتور فايز فريح، أيضا كان متواجد في الرياض وحضر أيضا مباراتي دوري أبطال آسيا في دور الثمانية ودور الأربعة. نقول الحمد لله على السلامة يا دكتور وحياك الله. الله يسلمك يا أبو سعود، أمسي عليكم ومسي على الإخوان، يوم تشرفنا في مشاهدة أفضل حارس في آسيا الأمانة، دائما أقولها ولا زلت أصرها الأمانة. صحيح. ظلم على مستوى التقييم بسبب ضعفنا إحنا ككويتيين في آسيا الأمانة، وأيضا بدر مطوع ظلم بعد، إحنا مشكلتنا دائما نظلم الأمانة. الكابتن نواف الخالدي قدم مستويات وقدم يعني مباريات يعني يعني لو ما تعرف تقول هذا حارس أوروبي الأمانة، لكن للأسف إعلامنا يعني جسمه لا جد، ترى انا اعرف نواف الايام نادي خيطان ترى حارس اوروبي يعني لا جد والله، وكان حارس منتخب لا جد والله والله ما هي مجامله يعني قد يكون ما التقيت وياك في اي مكان، ولكن اليوم اول مره نتقابل في الاعلام. بس وجهه مو اوروبي بس لا والله اوروبي هو اللي محلي وجهه. بخصوص الزياره ابو سعود للامانه كلمات الشكر لن تفي، اولا الشعب السعودي قياده والشعب الشكر للأمانة، الكلمات لن تفي حقهم للأمانة، يعني حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة شيء يعني يفوق الخيال. أخص بالشكر أخوي صاحب السمو الملك الأمير وليد بن بدر صراحة يستاهل، من حركنا من الكويت إلين وصلنا استقبلونا وحطونا في أفضل فنادق وتكفلوا في كل شيء، يعني كأنه يعني احنا نسميها محفول مكفول، يعني جد والله احنا كأنه حسينا طلعنا من بلدنا إلى بلدنا الثاني. صحيح للامانه لا شعب يعني بعيد عنك، انت رايح تحضر مباراه سواء جمهور الهلال سواء جمهور النصر اهل الرياض كلهم الاموانه قمرونا بحفاوه الاستقبال. ايضا لا انسى اخوي الشيخ طلال الرشيد ابو عبد الله الامانه، كنا يوميا يصر على حضورنا
والبوفيهات والجمعات النصراويين وايضا هلاليين وقعدات ونقاشات وحوارات، يعني ست ايام قضيناها تقريبا والله ما حسينا في القربة. لما نرجع على المباريات وسعود والملعب يعني الله يوفقهم والله يهنيهم، لكن الأمانة انا اوقف اشوف الملعب انا اتحسر. نعم. ان بلد شقيق بلدنا الثاني عنده كل هذه النهضة الرياضية يا رجل تحفة، ملعب يعني ترى ملعب بسيط يصير 22 او 23 الف متفرج. صحيح. المنصة روعة، الكبائن دار مدار الملعب شيء فوق الوصف للأمانة، حضور الجمهور احنا قبل المباراة بنص ساعة احنا موجودين، الملعب فاضي قبل المباراة تقريبا 20 دقيقة 15 دقيقة تقريبا ما يقارب 22 بوابة فتحت والجمهور دخل. نعم. يعني نعم. شغل أوروبي شغل بروفيشنال وللأمانة يعني هذه ما هي غريبة عليهم. نعم. بيض الله وجيهم، ولك سلام خاص من كل شخص في الرياض وخاصة جمهور نصر للأمانة، وترى حملونا عتبهم كبير عليك انت بالذات لأن ضيع الخبر انك انت راح تكون موجود. نعم صحيح. وكلهم كانوا متفائلين ولكن صدمتهم في اعتذارك. لا ان شاء الله لأسبابك الشخصية. ان شاء الله ضروري ترى احنا عندنا توصية اذا ما حضرت بالطيب نجيبك بالقصب هناك. لا ان شاء الله ان شاء الله نكون متواجدين والحمد لله على السلامة يا دكتور. وشهادتنا مجروحة في اشقائنا واخواننا في المملكة كلهم مثل ما تفضل الدكتور قيادة وشعبا أهل كرم وأهل جود وأهل طيب، فكل الشكر لهم. على طاري أيضا السعودية والكرة السعودية اليوم في مباراة من العيار الثقيل لابد نتكلم عنها في البداية ولو لدقائق، صحيح تحتاج حلقة كاملة لكن مباراة من العيار الثقيل بأخذ رأي الأخوان وببدأ من اليسار مع احترام للجهة اليمنى، يمكن أبو علي بخليه آخر واحد لأن أتفائل في توقعه بس إن شاء الله ما يقول لي بالي بالكم. اليوم إن شاء الله في مبارتين الساعة 6:05 دقائق الرائد والباطن والساعة 7:50 دقيقة مباراة قمة ستكون في جدة إن شاء الله بين الأهلي والهلال. طبعا يعني واضح من اللون لابس اللون ما يحتاج يعني واضح يعني قلبا وقالبا مع الملكي. دعواتنا إن شاء الله لعمر السومة، دعواتنا إن شاء الله للملكي إن شاء الله ما يخيبون الظن ونبيها إن شاء الله يعني إذا مو ثلاثة اثنين إن شاء الله إن شاء الله تكون ثنائية تفرحون فيها أهل جدة، تفرحون فيها كبير الرياض فريق النصر وفريق العالمي وجماهيره، تفرحون فيها جماهير الاتي بعد إن شاء الله. دعواتكم ان شاء الله للاهلي. ابدي مع ابو لهيب، مباراه مهمه خاصه يعني اذا 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 شفنا الترتيب ايضا اذا مخرجنا ما عليك امر بس يحط الترتيب، الترتيب لا يليق بفريق الاهلي. طبعا الاهلي حاليا في المركز الثامن ب 11 نقطه، مركز بعيد عن 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 فرق سواء الصداره والفرق اللي ستشارك في البطولات الخارجيه. مباراه مهمه للأهلي بالتحديد وعلى أرضه وبين جمهور أبو لهيب. والهلال عنده مباراة مأجلة أعتقد. عنده أكثر. عنده مباراتين. مباراتين يمكن مسعود. يمكن نسمع تتفضلات مباراة قمة بين الفريقين. يمكن الأهلي مو هذا ترتيبه لأنه بسبب النزول مستوى بعض اللاعبين أو حتى الفريق ما كان جيد في بداية الموسم. نوعا ما بدأنا يرجع الأهلي تدريجيا. صحيح أن الهلال أجهز منه يعني عنده مباراة مؤجلة بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا معنويا الدافع حاضر. كتوليفه هو الافضل لكن يظل بالنهايه يعني الاهلي فريق كبير يمتلك عناصر جيده لكن راح يعود. انا اتوقع ان الاهلي من الفرق اللي الكبيره اللي تقدر تعود، ممكن تمرض لكن لا تموت. فالاهلي راح يرجع وبدا يرجع تدريجيا. اذا تبي توقع انا اشوف يعني على حسب المعطيات بسعود ورؤيتنا الهلال هو يعني كعبه افضل من الاهلي بالفتره هذه. نعم. فالك ما قبلناه والله لا يقول ان شاء الله وما نبيك ترجع الاهلي عشان لا يروح فيها ف لا هو راح لان اي فريق قاعد تشجع هذا واقع ما ودي اقول شيء لهيب بس الواقع يقول اي فريق تشجع ضد الهلال يفوز. هو ربع مبارك كعبهم عالي نعرف ليش كعبهم عالي معروف لا يضل الهلال لا تدخل في الحوارات مش دخلتك قلت لا واضح شنو واضح يعني مش هذا صديق يعني خاص لا 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 معروفه انا قلت هالكلام يعني انا قلت الكلام يفوز بشنو انا قلت الكلام انت تصورك يفوز انت انت رحت حق تفسير ثاني لا هذا تفسيره معروف وعارفين جمهور الهلال كله تفسيرك هذا ما له شغل يضل كبير مسعود. مباراه حراس مرمى يعني اليوم
ايضا حراس المرمى عليهم دور كبير حارسي الاهلي وال 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 والهلال. ما في شك طبعا يعني مباراه كبيره خاصه مثل ما قال يعني الاهلي الان ان شاء الله ما اتمناها تكون الصحوه هذه و يعني على حساب الهلال لان فوزين اعتقد مثاليين. الفريق يبدا الان باستعادة توازنه لكن ظروف الهلال انا اختلف مع ابو لهيب يوم يقول الهلال اجهز. الهلال بالعكس الان الهلال تفكيره جل تفكيره في مباراه النهائي اكيد دافع معنوي هو وصل النهائي. نعم نعم بس بس عرفتوا ايضا في غيابات كثيره في خاصه الخط الخلفي و يعني لكن هذا ما يمنع ان الهلال طبعا بمن حضر والهلال كبير طبعا والهلال خاصه بالفتره يعني مباريات نتكلم الست الاخيره مع الاهلي هذا معناته روحك نظاميه نواف يعني لا انت شلون الهلال بمن حضر طبعا اكيد الهلال بمن حضر غاب لاعب اثنين ثلاثه يظل الهلال هلال في غيابات كثيره في صفوف الفريق حتى لو في غيابات نواف لكن بس يظل الهلال هلال ايضا لما توصل النهائي ومباراه قويه هذه الان خطر الاهلي ما في شك لان الفريق فوزين عرفت وعارف ان الفوز امام الهلال بعيد الثقه للجماهير للاعبين لكن ان شاء الله طبعا هالشيء هذا ما يتحقق لان الهلال بالفتره الاخيره خاصه المباراه الاخيره مع الاهلي دائما كعبه عالي ونتمناها ان شاء الله هلاليه ولو ان الان تفكير منصب حول النهائي هذا معذر نواف النهائي طبعا اللي ان شاء الله ان شاء الله التفكير بالنهائي وترك المباراه هذه نواف وفوز للهلال ان شاء الله لا تلعب انسحب ما يصير لا ما تنسحب لا 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 تحط لي التبرير لا 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 عزيز اقصد شنو انا ان طبعا اكيد انت تعطي المباراه هذه يعني حقها واهميتها لكن يعني في الحقيقه التفكير منصب دائما على المباراه اللي ما تحصل اقول كل سنه هذه يعني ولا تتكرر كل سنه انت الاهلي ممكن تلعب معه انت في الموسم ثلاث اربع مرات لكن مباريات هذه وخاصه الان يعني البطوله ان شاء الله يعني نقول قاب قوسين او ادنى باذن الله فمو وقت الاهلي حقيقه الان الهلال فكره انا كهلالي الان حقيقه يعني يعني اذا خسر الهلال اذا خسر الهلال راح نقول تفكيره بالنهائي لا 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 ما يخسر لكن ملحوقه هذه طيب نقدر نقول ملحوقه عليها طيب المباراه طيب فيا ابو لهيب انت تحاول الان لا 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 ما له شغل لا 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 انت تحاول الان تقلل من الهلال مستحيل. الهلال واصل نهائي مستحيل احد يقلل من الهلال واصل نهائي قلل ما قلت لا تقول اقلل تخاف منه لا ما اقلل من لا شلون فريق واصل نهائي يفوز بطرق انا ما اقلل بطرق الكبار طيب انا ما اقلل انا ابي اقول قبل طيب انا ما اقلل من الهلال لكن لما فريق واصل نهائي ومستقر اكثر من الاهلي شلون استقرار يعني فريق واصل نهائي فدافع اذا انت واصل نهائي وين تفكيرك يكون يا ابو لهيب انت لاعب وصلت نهائي الان عندك بعد انا قلت لك بعد اسابيع مباراه المثل هذا تتكلم انا قلت فريق واصل نهائي كدافع له انه يلعب هالمباراه طيب نهائي اسيا هذه توصلت مفرح العالميه توقعك ووجهه نظرك فنيا للمباراه انا ما ابي اقول شيء فرح تخلني مع عزيز بس تدخل هذا راحتك ابد شوف كابتن نواف دفاعك عن الفريق اللي تحبه او تشجعه هذا حق مشروع ما حد ينازعك فيه لكن لا والله يعني الهلال ما يحتاج نواف يدافع عنه الهلال يعني فريق متميز ومتفرد طيب وواصل لنهائي البطوله رايك وجهه نظرك فنيا المباراه والله شوف كمباريات دائما مباريات الاهلي والهلال تمتعنا للامانه كأهداف كلعب مفتوح فريقين يملكون لاعبين طبعا غياب محمد العويس حارس الأهلي تمنى له الشفاء العاجل والعودة للأهلي وللمنتخب السعودي الأمانة المنتخب السعودي عنده استحقاقات مهمة أيضا في كأس العالم مؤثر جدا غياب محمد العويس ولكن الأهلي صح في الفترة الأخيرة تقريبا مباراتين أو ثلاث مباريات يفوز ويقدم أداء وعودة عمر السومة أيضا للتسجيل سجل هدفين يعني عمر السومة مباراة الطايم سجل هدفين وقاد فريقه إلى الفوز يعني وهذا بوادر إيجابية للأهلي عودة عمر السومة هي عودة الأهلي وعودة الروح للأهلي مباراة على المستوى الفني مباراة كبيرة ما تخضع لأي مقياس تعتبر كلاسيكو في السعودية وأنا أتوقع الخليج كله يتابع نفس المباريات هذه فرصة طبعاً حق الأهلي إذا في حال نعم فوز راح يعود فوز الأهلي راح يتقدم بخطوات للأمام ويعطي دافع للمنافسة إن لم يكن على بطولة الدوري على الأقل إلى مركز مؤهل
انا اتكلم الان على الهلال. الهلال طبعا شاهدناه في هذا الموسم او في اغلب المباريات يعني دائما مو رتم الهلال اللي احنا نعرفه قبل رتم عالي، لا دائما يعني حتى اخر مباراه كان متقدم 2-0 على الرائد، الرائد قدر يرد وضيع هجمه وسجل الهلال في الدقيقه 94. هذا يعطيك ايحاء ان الهلال مو هذا رتمه، مو هذا لعب الهلال. انا الامانه باختصار انا لا اخشى على الاهلي من الهلال، انا اخشى على الاهلي من الحكم بس. أمان الحكم اللي تم تعيينه، لا مو كلام، لا معلش، الحكم اللي تم تعيينه في مباراة الأهلي والهلال هو إيش؟ للأمانة حكم سيء، حكم له سوابق جدا كارثية، مو مع الأهلي أو النصر أو لا، مع أغلب الأندية للأمانة. لذلك الأهلي قادر على الفوز، الأهلي يلعب بجدة، ودائما الأهلي أو الاتحاد في جدة صعب انك تفوز عليه للامانه، فرق يعني في الغربيه فاز عليهم بالبطل. لا اوكي تفوز انت اليوم، تفوز النصر فاز، الهلال فاز، ما عندنا مشكله، بس انا اقول لك دائما يعني حتى اذا فزت ما تفوز بسهوله، دائما فيها صعوبه، دائما يعني انا اذكر في اسوء مواسم الاتحاد استطاع انه يتعادل مع الهلال ويهزم الاتحاد. انا اقول طيب. الاتحاد كان ينافس على الهبوط. لا الاتحاد غير، الاتحاد طيب. فانا اقول لك كبير جدا غير. فانا اقول لك شوف اسوء ما راح يواجهه، أسوأ ما راح يواجهه كبير جدا الأهلي، أسوأ ما راح يواجهه الأهلي هو الحكم. وأنا كنت أتمنى بما أن المباراة على ملعب الأهلي أن يطلبون حكم أجنبي طيب. لأن الهلال دائما خسائره تكون مع الحكم الأجنبي. طيب بو علي توقعك على الأقل، عطنا توقع. لا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء خلا برد على نواف، أول يقول لي أن الفريق أنه قاعد يفكر بالمباراة، هذا أكبر غلط. وين دور الإدارة؟ وين دور المدربين؟ الجهاز الفني الإداري؟ فكر بمباراة. يعني أنا بلعب اليوم، أنا بالعربي بلعب، مو اللعبة هذه، اللعبة اللي عقبها مع القادسية، وكو عندي لعبة قبل لعبة القادسية مع فريق ضعيف ما فكر فيها. لا لا لا, 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 لا اصبر، هذا مثال، نفس مثال 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 يعني وقاعد يعطيك مثال. لا لا نفس مثال أنت يعني أفكر، وهذا مباراة كرة القدم كذي، أفكر مباراة اليوم، مباراة اللي عندي الجاية اخلص منها، بعدين افكر باللي بعدها وافكر باللي بعدها. هاي ثلاث نقاط. زين انا مثل ما العب مع فريق درجه ثانيه مباراه العربي، راحت مني ثلاث، لاحظ راحت مني ثلاث نقاط هذه، شو استفدت من مباراه القادسيه طرباط القادسيه وراحت مني ثلاث نقاط هذه؟ هذه بطوله وهذه بطوله، وين كنت باقي؟ لا لا صح، صح كلامه، حتى لو نهائي لا تلعب، لا تلعب، لا تلعب، لا تلعب، اذا انت تفكر وتخاف لا تلعب. ما قال الدكتور الان كم سنه، كم سنه لعبت كره؟ دقيقه الدكتور، كم سنه، كم سنه الهلال؟ خلي ادري ما ظهر مستوى، ادري تقول، ايش ادري ايش تقول؟ وانا ارجع للسبب، السبب انه تفكيره مصرف الاول، ادري ايش بتقول، ادري ايش بتقول، فدائما اشوفه بالدوري، ايش بتقول انت؟ كم سنه لعبت كرة قدم؟ اكو عمرك فكرت مباراة اللي قبل بعد اسبوعين وناس مباراة اللي باكر بتلعب ولا عقب باكر؟ ما يصير، لا يبا، لا متفكر، متفكر لاعب كرة قدم هذا ولا تفكر، لا لا، وين دور الاداريين؟ وين دور هذا؟ مالك شو ولا انسى، ما لا اي نهائي ونسى كل شيء، العب هالمباراة ثلاث نقط، دور الجهاز الاداري، التحضير الذهني، احنا كانوا يقولون لنا كذي صحيح. عندك مباراة ضعيفة اروح افكر مباراة بعد، هذا رد، مو معايات، هذا اقول لك هذا الصح، الصح انك تفكر مباراة اليوم. انا اتوقع يعني انا اتمنى الهلال طبعا ضدك، اتمنى علي ما انت ابو علي، انت بعد 5-0 من ليفربول انت ما قمت تركز. اي والله صح، لا اتمنى الهلال. انا اكثر، انا بس خليني اقول لك شغله، تدري اكثر واحد استانس من الخمسه منو؟ انا مانشستر يونايتد، عشان شو؟ عشان شو المدرب، كان شو المدرب والله، ولا شالو بعد. انا اتوقع، انا اتوقع المباراه صعبه، يعني لا يتفكرون الهلال المباراه سهله، المباراه صعبه. انا اعتقد انه في تعادل 2-2. شوف انا والله انا بس الكلام نواف الخادم، دكتور الكابتن نواف الخادم شو يقول هو لما يقول انا افكر باسيا؟ ترى ايضا في يعني فيها شيء من الصحه. انا اليوم عندي سالم الدوز، معلش لا 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 بس خليني اكمل، خليني بس اعطيك وجهه نظري. انا اعطيك سالم الدوزري من الحين، تعلم سالم الدوزري مصاب، ياسر الشهراني مصاب ايضا، مريقه انسحب، بس ما قال عايز ينسحب ايضا مصاب، عرفت؟ لذلك انا ما اقدر في مباراه نفس الاهلي اغامر فيهم. ترى هو المدرب، ترى غامر بسالم الدوسري وغامر صحيح في ياسر الشهراني، وانا اليوم صحيح من هذا المنبر وطالب الشيخ احمد اليوسف رئيس اتحاد الكويت لكرة القدم يجيب الدكتور اللي عارض سالم الدوسري. يا رجل مسوي عمليه خلال وقاب عن الصين، لعب مباراه وقاب عن الصين ورجع قدام النصر، مستحيل تصير.
مستحيل الا بحاله واحده والتطور عندهم والكذا الا بحاله واحده الا بحاله واحده علاج بالسحر اذا كان نادي الهلال لاعبينه عندهم قطع غيار والله انت شفت العمليه لا 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 عندهم انت شفت العمليه وين وصل يا دكتور الان اللاعب طيب لا 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 برد بس على النقطه هذه دكتور يعني انت لاعب سابق ايضا ما يصير في شيء اسمه تحضير ذهني حق المباراه تقول افكر مباراه النهائي انا ما اقدر المباراه هذه ما يصير وانت حضير انا ما اقول لك ما يصير يا جماعه لا كلام انا ما اقول لك لا ما يصير يعني انا ما اقدر غياب لا عليك تتكلم طبعا علي عشان يصحون حق اللعب وعلي تتكلم عندك لاعب نجم طيب وعلي انا بتكلم وعلي هل اسحاق هل وعلي بعد ثلاث اسابيع لا المباراه بعد ثلاث اسابيع وعلي تتكلم على فريق كبير نفس الهلال غاب لاعب لاعبين ثلاثة ما يأثر عليه تفكيري بالنهائي وأترك مباراة مهمة عندي طيب هذا مو طريقة لا 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 أنت اليوم تجيب سالم الدوسري سالم الدوسري أنا نصراوي شنو غامض شكو الدكتور سالم الدوسري سالم الدوسري من أفضل لاعبين آسيا ياسر الشهراني من أفضل باكات أنا ما أقدر أغامر فيهم في مباراة الدوري لا يغامر غامر واحد لا يغامر لاعب يلعب جد والله جد طيب أنا يعني بستشهد في تغريده في ختام حديثنا عن مباراه مهتم للمباراه عزيز ما شاء الله الاهلي ولا طبعا عمر السومر يعني بالنهايه يعني عمر السومر فيجي عمر السومر فيجي واتمنى له التوفيق الاهلاويه ربعي ان شاء الله احمد الرمضان فيجي انا قلت لك تعادل 2-2 عشان عمر السومر ان شاء الله تفرح عشان عمر السومر ويفرح عمر السومر ان شاء الله يا رب ويفرح زايد الفضلي بعد عشان اهلاوي ترى صميم واحمد رمضان عشان ما يشوف عشان عمر الصوبه نعم اخونا مرسى مرزوق اللاعب السابق للنادي الاهلي في تغريده لا شدتني صراحه يقول على طاري مباراتنا مع الهلال للاسف دائما التحكيم يكون ضد الملكي اهلينا بهذه المباريات وكنت اشوف الحكم سعد ربيعي يحكم اغلب المباريات اللي لعبتها ضد الهلال ليه الله اعلم والله ما تدري ليش بعد يا موسى ما سؤالك مو محله عموما يقول شوفوا هذه المباراة لنا فيها بلنتي وطرد لاعبين على الأقل أتمنى العدل يزور هذه المباراة وكل المباريات والله يا أخوي موسى يعني أنا أتمنى لا موسى مرزوق أتمنى شيء واحد أتمنى بس يعني الوقت الضايع أنه يعني يكون وقت معقول يعني مو لدقيقة 200 ما أدري لما أو الوقت الضايع لما يعني في نقطتين يا ان لما يقولون ربع مبارك الدوسري يصفر الحكم يا ان اذا لا فايزين يصفر دقيقه واحده يقول وقت ضايع دقيقه واحده والله الهلال ان شاء الله نتمنى الهلال يا عزيز ابو سعود لا تامن الهلال الا شفتوا مركبون تامن اكيد الحكم يعني الحكم ما يصفر الا لما تقول شلون لا تامن يعني انا حاسب شعورك لما قول التعادل والله يا اخي وبعدين ابو سعود الهلال ياخذ المباراه ختام حديثنا الهلال والتحكيم قصة عشق لن تنتهي الله 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 يديمها الله يديمها آه شوف هذا يقول الله يديمها الله يديمها يلا عموما نتمنى ان شاء الله نشوف مباراة حلوة كل التوفيق ان شاء الله للأهلي دعواتكم ان شاء الله للملكي بالتوفيق ان شاء الله لا تنسوا دعواتكم على الحركة والله عزيز كبر عزيز كبر دخلنا بالحركة بالتوفيق ان شاء الله للأهلي والله وايضا دعواتكم لبوهانج الكوري الجنوبي ان شاء الله يا الله هم اثنين دعواتكم لا تنسون دائما اقول دعواتكم صلاه الليل صلاه الفجر اكيدهم اللي رايحين العمره يعني ان شاء الله دعواتكم اليوم بالذات حق الاهلي ودعواتكم ان شاء الله لبوهانج الكوري يا رب خلينا نروح حق تقرير ثاني قبل لا نطلع فاصل احنا دائما يعني نطمن على لاعبينا وحكامنا وكل من ينتمي للأسرة الرياضية بصراحة في مختلف الألعاب أول ما وصل لنا خبر أن أخونا بدر العنزي شقيق فهد العنزي طبعا لاعب الجهرة تعرض لإصابة وإصابة قوية في الرباط الصليبي واحتاج لعملية أيضا الأخوان أخوي فهد الصلال زار أخونا بدر العنزي في المستشفى وعد لنا هالتقرير اليوم عندنا زيارة خاصة للاعب بدر العنزي لاعب نادي الجهرة بعد إجراء لعملية رباط الصليبي في مستشفى الرازي خلونا نطمن على اللاعب بدر العنزي
والله تعورت بأول لعبة لنا رسمية مع نادي الجهرة ضد الشباب، كانت بداية كأس الأمير تقريبا أول 20 دقيقة من الشوط الأول، اشتراك بيني وبين لاعب الشباب، فدست غلط مع دزة اللاعب شوي فطقت الركبة، حسيت بألم صراحة، وبعد ما بعدها عاد سويت رنين وكذي وطلع عندي غط كامل بالرباط الصليبي. والله حزت المباراة أنا رديت، يعني بعد ما طلعت رشلي الدكتور عالجت شوي رديت ركضت مرة ثانية، بس إنه ما قدر، قلت حق أبو حمد ماهر شمري يبدلني، فلما طلعت يعني بما إني رديت لعبت فما كنت متوقع 1% إنه رباط، قلت يمكن غضروف يمكن طقة كدمة كذي، هذا كان إحساسي. بس بعدها بيومين سويت رنين ولا لا طلع عندي غطاء كامل، وصراحة يعني شعور أكيد مو حلو، بس الحمد لله على كل حال شيء مكتوب. بدر شنو كان دور نادي الجهرة معك بعد الإصابة؟ للأمانة والله ما قصروا، والكل دق واتصل بعد المباراة كلمني وسواء تطمن أو قال لي محتاج شيء تبي شيء، ما قصروا للأمانة. أبو حمد بعد ماهر شمري كان كلم تواصل معي. بدر ليش ما سويت عملية برا مثلا قطر ولا برشلونة ولا ألمانيا؟ والله بالنسبة لي صراحة كلموني الشباب هناك نادي الجهرة أن قطر ولا شيء، بس أنا صراحة ما يعني مو راغب هالشيء، يعني أشوف عادي أن بالنسبة لي أشوف هني أحسن بين الأهل بين ربعي، فالموضوع كله مو بالعملية، بعد العملية وكل الموضوع بالتأهيل أنا أشوف كذي، يعني بما أني قبل مسوي رباط فمجربها وعارف الأمور، فكلها تعتمد علي أنا شخصيا شنو أسوي بعد العملية. متى العودة المتوقعة للملاعب؟ والله أتمنى يعني أسرع وقت، وإن شاء الله يعني 6 أشهر تقريبا، مبدئيا من 6 أشهر ل8، بس بإذن الله أني بحاول ألتزم التمارين والتغوية والأمور هذه، وبإذن الله أني أصيد إن شاء الله هالموسم كم لعبة إن شاء الله أني ألحق. بدر شنو يعني لك الورد هذا؟ والله هذا من فهد ولد أختي طال عمرك، فعجبني المغولة الحمد لله سلامتك خالي بالدوري، فمدلعني عشان شي مخليه عندي حاط. بدر كلمة شكر حاب تقدمها حق منه؟ أول شيء أشكر أسرة برنامج الديربي، للأمانة ما قصرتوا كلكم، أشكركم بعد على الجي هذي والتصوير، يعطيكم العافية ما قصرت. اليوم طمناكم على لاعب نادي الجهرة بدر العنزي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي، وإن شاء الله نشوفه عن قريب مع زملاء اللاعبين في المستطيل الأخضر. شكرا اخوي فهد، الحمد لله على السلامه يا اخوي بدر، وما تشوف شر، ونتمنى لك السلامه، ودائما يمكن ابو علي عنده كلمه دائما يرددها ان التجهيز والاعداد يجب ان يكون يعني على يعني قيمه عاليه، بحيث انك ترجع ان شاء الله بالسلامه بصوره افضل ولا تصاب. نعم. نتكلم من تجربه. نعم. يعني انا مسوي رباط صليبي مسوي هذا ما يعني يمكن يعني حتى الله أذكر ديف مكاي يعني كان يمرني مارت المساعد ماله يقول 25 يقول لي 25% علاج بالعملية 75% صحيح. بعد العملية صحيح. تقوية وتمارين هذا غير العملية الحين عن قبل ايوه غير غير قبل احنا انا بعد قبل لكن مع التمارين وعلاج طبيعي والتقوية وهذه صراحة وبعد العملية لعبت يمكن نعم. 10 سنوات لعبت ماكو أي شيء أمور نفسية لأن فعلا أن العلاج الطبيعي والتأهيل والتغوية اللي بعد العملية نعم. وايد مهمة. إيش كثر غبت عن ملاعب الرباط الصليبي؟ يمكن موسم يعني أنا يعني مو موسم كان يعني كل الموسم ما رديت لنهاية الموسم يعني لعبت يمكن تقريباً. كاس الأمير تقريبا لأن أنا ما فهمت أعداد قبل عن الحين أنا ما حبيت العملية قبل غير إيه على العملية قبل غير لا ترجع الحين على اللي الحين ترد قبل لكن أنا ما حبيت أرد هذا حتى اللي كان يقول للمدرب تبي ترجع تقدر ترجع عامل نفسي مهم ها قلت له مالي مستحيل أنا نعم تمرن طيب. عدل فعلا انا بروحي اخذت وقت اكثر يعني نعم. تبي تقول كلمه حق بدر والله شوف انا اسمع بيقول انا بحاول اجهز نفسي عشان اصيد دي مباراه كم مباراه في الله انا اقول نصيحه لك يا رجل لا تستعجل خلك نعم يعني خلك اهم شيء صحتك واهم شيء سلامتك يعني احنا شفنا عندنا مثال بسيط سيف الحشان نعم لاعب موهبه ما شاء الله انحرمنا من نفسه بالاصابات اسال الله انها تبتعد عنه يا رب لا ايه؟ ولا ايه؟ هو اعتقد صغير نعم. يعني مو كبير لاحق على الدوري ايه؟ لاحق بتلعب ان شاء الله وبتوفق وبتكون احد نجوم
الكره الكويتيه نفس اخوك فهد. نعم. فلا تستعجل، خذ فتره علاجك كامله، خذ فتره تاهيلك كامله، وجرب مره ومرتين لو تحس بنغزات خفيفه. نعم. صدقني في بعض المدربين نفس ما قال لك ابو علي، في بعض المدربين اذا انت لاعب مهم حتى لو كنت بس جاهز لعبه. صحيح. صحيح. فلا تستعجل، لا انت طبيب نفسك. نعم. هو بدر لا تحاتي يعني، ان شاء الله الدوري راح يكون الموسم الجاي ان شاء الله 2000 في شهر رمضان 2021 مع كاس العالم لاحق ان شاء الله. كلمه بتقول سعداء وشي الف لا باس عليه. انت حمد له بالسلامه طبعا لعبد العنزي. بسعود نفس ما قال ابو علي انا اتفق معاه، يعني العمليه سواها برا ولا سواها هني الاهم من هذا كله ورا العمليه، زائد اعدادك الصح، زائد الحاله النفسيه اللي راح تمر فيها والاراده، لان في بعضهم يسوي عمليه ما يكون عنده اراده انه يرجع او يتمرن او يعد نفسه مضبوط، مستعجل نفس ما قال الدكتور يبي يرجع حق الملاعب ويترك امور كثيره. فالاهم من لاعب صغير اعدادك يكون مضبوط، لا تدش الملعب الا وانت يعني بكامل صحتك. لا سويت انت لا ابو ولا ولا ابو لهيب وفي نقطه ابو لهيب شوف ترى اهم شيء اللي يعد باللاعب لازم يكون واحد متخصص، ما تسلم الحين يعني بعد العمليه لما يخلص ما تسلم بيده واحد، تعطي واحد فعلا يعني تخصص بالاعداد وهذا. نعم. نقطه طيب. مهمه زين لحظه برباط الخلفي لهيب شلون رباط الخلفي؟ تعورت في مباراة في البطولة العربية 2002 ضد نادي عراقي اعتقد، وحاشني رباط خلفي تصادمي مع حارس المرمى فانقطع الرباط الخلفي. نعم. يعني من 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 الاصابات من اصابات النادر ما تصير. وللعلم بسعود يعني في اكثر من دكتور ما سوي لي عملية لانها صعبة مو سهلة، يعني الرباط الصليبي يمكن مدة العملية ساعة، الرباط الخلفي 3 ساعات. والله فمو اي دكتور، رحت اكثر من دكتور ما حد راضي يسويها لي، سواها لي دكتور في مستشفى الهادي جاي زياره دكتور فرنسي الوحيد اللي وافق يسوي لي العمليه. نعم. وسويتها اول واحد يسوي ولعبت سافرت ولهيب ما في دزينه اكثر من فاكس بسعود حق برا ما حد راضي يسويها. ولهيب رديت لعبت عقبها اي رجعت بعدها، بس الاعداد يكون اكثر من الرباط الامامي. نعم. يعني اذا كنت تحتاج يمكن 6 اشهر انا كنت تحتاج سنه، وبالفعل قعدت سنه كامله بعد الرجع. ما انت ما حد اقول بس انت ما تسوي رباط خلفي ولا فيه خلفي احتمال ما ادري طيب ما اشوف انا بروح لفاصل، بس قبل الفاصل ايضا خل اهني الاخوان القائمين على خدمه جرس. هذه خدمه جديده وحساب جديد قائم عليه مجموعه من الشباب الاعلامي المميز واللي يصنع خبر صراحه، مو ينقل خبر، لا الشباب اللي موجودين في خدمة جرس يصنعون خبر، يبحثون عن الخبر، يبحثون عن المحتوى. وأعتقد يعني اليوم تميزوا الإخوان وتناقلت كل الخدمات الإخبارية ووسائل التواصل لقائهم مع والد الدكتور حسين جرخي بعد ما طلعت إشاعة وفاته، والله الحمد يعني الخبر كان غير صحيح. الإخوان على طول في خدمة جرس انتقلوا لي والد الدكتور حسين وطمنوا الجميع على صحته، فأنا أدعو الجميع لمتابعة هذه الخدمة وأشكر الأخوان القائمين على هذه الخدمة والمجهود اللي يبذلونه. وقبل لا أروح الفاصل أيضا لا أنسى أن أطلب منكم الدعوات لأخونا الدكتور حسين جرخي، يعني من الشخصيات ومن الدكاترة اللي عملوا بجد خلال جائحة كورونا وضحى بحياته في كثير من المواقف، في مثل أخوانا طبعا العاملين في الصفوف الأمامية من أجل راحة أهل الكويت ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة. فاليوم على الأقل رد الجميل لكم بأن تدعوا له إن شاء الله إنه يقوم بالسلامة ويرجع مع أخوانه العاملين. تحمد السلامة حق الكابتن والمدرب أحمد خلف. نعم. أجرى عملية و تحمد له بالسلامة. أحمد خلف. نعم. بس ما أدري شنو. لا شفت صوره لا انه مسوي العمليه ومتحمد لاعبنا احمد خلف. احمد خلف مدرب عمليه شنو يعني ما ادري يقولون بالركبه ممكن ركبة. ما تشوف شر يا ابو خالد وترى هذا شرخي ترى عمه لاعب كره يد بالنادي. نعم. العربي. نعم. عندنا عبد الرضا شرخي. نعم. رضا شرخي فعمه يصير عم لاعب كره يد ولاعب منتخب الكويت بكره اليد ان شاء الله ما يشوف شر ان شاء الله ويقوم بالسلامه. بعد الفاصل سنه صباحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم. انا
قبل أن أخذ بعض الاتصالات الهاتفية، في تصريح اليوم موجود للدكتور حمود فليطح انقلوه الإخوان في حسابنا في برنامج الديربي، قايل فيه إذا مخرجنا بس يعرض الخبر أن الاتحاد استنفذ جميع مخصصاته أو استنفذ جميع مخصصاته المالية، الأزرق بات حق التجارب للمدربين الأجانب، جلب مدرب عن طريق متعهد عمل غير مهني، عذر الاتحاد في الاستغناء عن المدربين، هذا طلع محاضر وهذا مو زين، اتحاد الكرة يجب أن يحترم مسؤولياته. هذا يعني تصريح دكتور، ايش رايك؟ خوش كلام، كلام محمود عدل. يعني الصراحة عندنا مشكلة احنا بصراحة، نعم، المدربين والتعاقد مع المدربين، وهذا عندنا لاعبين زينين ما عندهم مدرب صح يمسكهم، هاي مشكلة. نعم. وكلام محمود الفليطح صح صح. ابو عدن ابو سعود الميزانية راحت بالفعل لما يجيب لي انا 12 مدرب مدرسة كاملة حق مرحلة سنية، ولا هم يعني بالفعل يعني مدربين او عندهم سي في قوي يمسكون مراحل سنية اللي اهم القاعدة اللي عندنا، ولا شفنا منهم يعني انتجوا لنا شيء نقول انه راح يعني بشرنا بالخير. بالعكس، نعم. كانوا سيئين مسعود، وشفنا اقرب مثال مدرب مره تشوفه مع الاول مره تشوفه مع الاول، فاتفق مع كلامه. الميزانيه كان راحت على المدرسه اللي جايبينها. نعم زين، في تعليق على الخبر ابي رايك دكتور. عفوا كابتن مهندس انا الدكتور اخونا تركي لشويب، يعني احد الاخوان الرياضيين والمغردين، متابع الخبر وعلق على الخبر في حسابنا، قايل راد على الدكتور حمود، قايل الهيئه بقيادتك فشلت في تطوير الرياضه، والسبب الرئيسي انتم تتحملونه، ثم ياتي من بعدكم الانديه ثم الاتحاد، لا تخلون الاتحاد شماعه، ما في اي خطه مدروسه منكم، تعلموا من هيئات الرياضه بدول الخليج شلون تدير الرياضه. ردك. لا شو الحين هذا اتحاد ماسك كره، هو مسؤول عن هذا، واحد تخصص، انا قاعد اعطيك دعم واعطيك كل شيء انت تشتغل. لو الهيئه تدخل بشغل الاتحاد كان تسمع الكلام الثاني، هذا اللي يتدخلون بشغلهم، هذا هذا الهيئه يعني مو مسؤوله عن الرياضه، مسؤوله عن الرياضه بس انا ما اعطيك انت صلاحياتك، لو مو معطيك صلاحيتك انت بتحتاج. ادري يعني الهيئه ما لها شغل في فشل الرياضه. لا 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 الموضوع ليش ما شغل؟ ما تحاسب الاتحادات وما تحاسب هذا، لها شغل، لكن الاتحاد انا لما اتدخل بشغلك انت يمكن ترد علي تقول لي انت مو مخليني اشتغل، بالعكس مخلينك معطيك صلاحيته احسن. انت الحين لو اي واحد يناجرك على مكانك وبيأديك شو بتقول؟ اعطي فرصه على الشغل. الخطا ابو علي، الخطا من الهيئه يمكن اللي نحمله الكل، اللي هو مثلا ما يحاسب ولا يراقب. اي نعم، من الدعم اللي قاعد تعطيه انت حق. نعم. بس انا اختار مدرب حاسبك راقبك ما فيها شيء. نعم. خلي اروح حق الدكتور، رايك في تصريحات الدكتور حمود؟ اول شيء ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل. الدكتور حمود فليطح الكلام اللي قاله الان متى صرح فيه؟ اليوم ولا امس؟ والله انا اليوم احنا قاعد نتكلم فيه من قبل سنتين، من ايام جوزاك انا واحد من الناس استلمته في تويتر وواجهت انتقادات، هذا متدرب وليس مدرب. تجيب لي محاضر اليوم كرواتيا وصلت نهائي كاس العالم، اروح اجيب مدربين كروات؟ مو منطق، هذا خلل في الاتحاد. ومن المفترض ان من اللي جابه؟ من الوفد اللي سافر وراح وجاب ووقع وقعد وطلع برستيج وفلوس تصرف وعلى مدربين فاشلين؟ المدرب الوطني لو يحصل الدعم اللي ياخذ المدربين الاجانب اللي يجيبونهم، كان هذا المفروض تحاسب اللجنه الفنيه ولجنه التطوير في الاتحاد، وكل شخص معني في جلب هؤلاء المتدربين يتحاسب. احنا ما حد ضيعنا المجاملات، الواحد يخطئ ولا يتحاسب. انت كاتحاد فتحت لك الميزانيه، تجيب اللي تبي، تبدل باللي تبي، معسكرات وين ما تبي، هذا خطأ. انا مسؤول على كلامي الان. صحيح. لو الشيخ طلال فهد الله يشافيه ورده بالسلامه حصل الدعم اللي الان قاعد نشوف الاتحادات تاخذه، والله نوصل كاس العالم للامانه. هذا واقع، على الرغم من الشيخ طلال فهد يعني كان حتى في دعم ولكن كان بسيط، لكن كان يعني نقول ان عندنا منتخب، نشوف منتخب على الاقل، ما نبي بطوله على الاقل، طبعا نحتاج بطوله، لكن لما تيجي تشوف منتخب يقاتل. صحيح. عرفت؟ نروح. نعم. نلعب كوريا، مع كوريا خسرنا 2-0، لكن كنا كبيرة. الافضل مباراه كبيره اي والله، وكنا نستحق ان نسجل. دكتور مباراه يعني رحنا معسكر ما لعبنا ولا مباراه وديه، ولا مباراه كاس الخليج قبل البحرين، ولا مباراه وديه. منتخب يمنع من دخول الكويت لانه ما طلع له فيزا مباراه تصفيات كاس عالم. جريب. يمنع
جريمه. يعني هذا كله انت اليوم عندك الحمد لله مشكور الهيئه، مشكور وزاره الماليه، مشكور اللجنه الاولمبيه، وفرت لك كل شيء. الخلل فيك انت كاتحاد، يعني اتحاد معني، هذه نقطه. مفروض كرئيس اتحاد، متدرب رئيس اتحاد شيخ احمد اليوسف واعضاء مجلس اداره يحاسبون المتسبب، يقيلونه. من رئيس اللجنه الفنيه؟ خالد الشمري، ونعم كله كل تقدير واحترام واخ، ولكن هو المتسبب. استقال خالد. ايش قاعد اقول لك؟ لا ايا كان يعني عرفت هذا نقطه. ويا عبد العزيز حماده وعبد العزيز حماده اي شخص. انا ما اليوم ما بيذكر اسماء، بس انا ذكرت لك انه كان وقتها هو رئيس اللجنه الفنيه، عرفت؟ نعم. فلازم انه خلاص هو يتحاسب. اليوم يا جماعه لازم احنا ما يصير احنا نقول الاتحاد، لا، اليوم نواف الخالدي اشاد واصاب نثني عليه، فرج لهيب اخطا ننتقده ويتحاسب. هذا المبدا اللي المفروض يكون في رياضتنا. المصيب يزعلون، لا اللي يزعل يقعد ببيته. انت اليوم لا مشكله ياخذونها دكتور في شخصانيه، يعني لا انت معلش انا هذه عقليتنا. انا اتكلم عن نفسي. انا من ايام ملعب الوطن والرجال هذا موجود كنت انتقد الشيخ طلال فهد وانتقادات ثقافتنا. ان شاء الله هذه ثقافه، هاي ثقافتنا. ان شاء الله انتقاد بناء، عرفت؟ انتقاد بناء. انا ما بيني وبين الشيخ طلال فهد اي شيء، بالعكس اكله كل تقدير واحترام، لكن كنت انتقد لمصلحه منتخب الكويت، وكنت اروح الاتحاد ويستقبلني ويسلم ولا كان في اي شيء، واقعد انا وياه في المكتب وعادي. ردا على نقطه، اذا يخاف من الانتقاد، اسف بس اكمل، اذا يخاف من الانتقاد يقعد ببيته خلاص، لا يطلع، لا يواجه العالم، لانك انت اليوم في نائب رئيس. انا انتقد نائب رئيس اتحاد ما لي شغل باسمه، او انتقد رئيس اتحاد، او انتقد رئيس لجنه فنيه، او لجنه مسابقات. يزعلون والله شكلهم. اللي يسأل يقعد عند عياله ويقابل عياله احسن. لا هاي ثقافه لازم نوصلها. اتفق وياك في النقطه هذه. الهيئه مو من حقها تحاسب الاتحاد. متى ما الهيئه تدخلت او حاسبت الاتحاد اصبح تدخل حكومي نتوقف عليه ونرجع للمربع الاول اللي احنا يلا طلعنا منه. فمو من حقها. ممكن اللجنه الاولمبيه تحاسب الاتحاد. ايه اكو شغل جماعي يا جماعه. انت هذا تحاسب تدخل اختار مدرب، هذا تحاسب تدخل حكومه. اقول لك اكو مصلحه اختيار المدرب، اكو مصلحه عامه. انت هذه اللجنه اللي اختارت المدرب. اكو مصلحه عامه يا جماعه. اكو شيء عمل جماعي مثلا، عمل جماعي. انت عمل جماعي في اخي، احنا مدرب اللي قاعد تختارونه يبي له شغل باختيارهم. منو من يختار المدرب؟ ابو علي اختيار المدرب. هي شكو اختيار المدرب؟ منو الهيئه؟ اخذ رايهم باختيار مو الهيئه. من قال اقول لك على الاتحاد؟ على اختيار مدرب. انت تحط له لجنه فنيه، تحط هذا الهيئه شكو لا يقعد معطيتك صلاحيات. تعال اشتغل، فكر في عمل جماعي، في شغل. احنا لا، كل واحد بيشتغل بروحه. يبقى ما يصير يبقى العمل مو منظم، عمل مو جماعي. ما أنا يعني كل واحد يدور مصلحته. وانا قلت هالكلام وقلته حتى ذاك يوم بالمؤتمر اللي صار مجلس امه. قلت مشكله عندنا رياضه علاقات، ما عندنا رياضه كفاءات. لازم تتغير العقليه، بدل رياضه علاقات لازم تصير رياضه كفاءات. طيب انت تعليقك مشكله على انهم رياضيين مثلا وكذا، يعني اللاعب يعني المفروض يكون عنده خلفيه. طيب عندك إدارة تعليق على تصريحات دكتور ابو خالد؟ لا مثل ما قال انا اتفق مع الدكتور. نعم. طيب انا يعني هو تعليق اخير في الختام على هذا الموضوع. والله يعني دام اللي وقف الرياضه ودمر الشباب الرياضي وهو اللي بيطور الرياضه، لا بالله تطورت الرياضه. خل اخذ اتصالات هاتفيه وبعض الاتصالات الهاتفيه. ايضا قبل لا اخذ اتصال، انا احب ابارك الاخوان في نادي كاظمه، حصلوا على ترخيص الاسيوي وحصولهم على الرخصه اللي تاهلهم للمشاركه في البطولات الخارجيه. يعني خبر مفرح بالتاكيد، خبر جيد يحسن الاخوان في مجلس الاداره. الغد رخصه اسيويه. فاحنا نبارك لهم بالتاكيد، نبارك لاخونا سعد البنوان، لاخو يوسف بسكندر، اخوي الدكتور ناصر الفضلي، كل الاخوان في الجهاز الكره. نتمنى ان شاء الله نشوف كاظمه يحقق بطوله ويمثلنا خارجيا ان شاء الله في البطولات الاسيويه. اخذ اخوي فهد من السعوديه. صباحك الله بالخير. صباح النور ابو سعيد. يا حياك الله. مسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله. بداية من اللاعب المونديالي العزيز اللاعب الكبير محمد كرم. الله يخليك، الله يسلمك. فرج لهيب اللاعب الكبير. الله يسلمك.
والحارس العالمي نواف الخالدي. الله يخليك، اهلا مرحبا. والحبيب فايز الفريح. حياك الله. عزيز، عندي كذا نقطة بتكلم عليها. تفضل. أنت ماسك على الهلال والتحكيم، الهلال والتحكيم. أنا أبيك بس تدخل اليوتيوب زين؟ إيه. أبيك تكتب فضائح النصر التحكيمية. إيه. والله شيء يندى له الجبين قسما بالله، بس إنك ماسك على الهلال وحكام الهلال. مو أنا اللي ماسك والله. موسى مرزوق أنا؟ أنا مالي شغل. هذا موسى مرزوق، هذا الشيء له لاعبكم، لاعب السعوديه ولاعب الاهلي، مو انا شكوى انا. هذا الشيء الاول ابو سعود. الشيء الثاني انحشت الحين. اوكي اي تفضل. الشيء الثاني، الشيء الثاني ايه؟ والله ما تفوز على الهلال في بطوله خارجيه، تفوز عليه بطوله داخليه، حكم محلي يمشيكم يساعدكم، بس بطوله خارجيه اسيويه او عربيه ما تفوز على الهلال. عادل عادل يا فهد صح. مشكور مشكور. ايه لا بنفوز. عطنا عطنا حكم امين وراح نفوز. وتعرف الباجي هزاع، صبحك الله بالخير. هذا حكي ضعيف. هزاع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا. يا حياك مسعود. اول شيء صح سالك طبعا الكلام اللي رد على الدكتور حمود فليط، ترى انا احبه دكتور حمود بضاري والنعم فيه، بس سبب دمار الرياضة أول شيء الهيئة والاتحادات بالأندية. جماعة ما في منظومة. وبعدين أبو سعود صار بينك يرحم والديك، خلنا نكمل، صار بيني بينك وبين الكابتن مؤيد نقاش، وصح كلامك، هو يقولك نبي تعيين وأنت تقول له لا التعيين ما ينفع انتخاب. أنت صح كلامك، بس الجو مو مناسب يا أبو سعود. اسألني، هذا مجال رياضة، دولة كاملة توه، يمكن محللينك مو عارفين رياضة معاقين، وانت تعرفها ابو سعود، توه مش عندنا ولهم اشهار ونزلت لهم ميزانيات. دولة ما عدلت رياضة معاقين، تبي تتعدل رياضتكم؟ رياضة معاقين ما تعدلت. شوف ثلاث أندية قاعدين بنادي واحد، تبشرهم ميزانية على شنو؟ ما تعطيهم أمكنة. أنت مو تقول أبشر نوادي معاقين عشان أغطي صباح الأحمد والجهرة. روح ثلاث أندية بحوالي يتمرنون، مو حرام نادي ورضة ما له مكان، نادي مبارك ما له مكان، نادي الإرادة ما له مكان، نادي التحدي، هذه الرياضة. يا رجل نادي برقان، نادي القرين ما له مكان، تبي نادي حق المعاقين يحطوا له مكان؟ يا هزاع من صدقك انت. ما 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 لنا حق يا ابو سعود. لك حق، بس هو نادي نادي قائم مشهر. لا شوف شوف، ابى اختصر لك كلامي بسعود بعد شبني، هذا اختصر لك كلامي. احنا ترى المعاقين نزعل اذا تنظر الى نظره ان هذا معاق وسكين. لا لا انا ما انظر ان لا 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 تفكر لا 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 هذا هذا امر اخر، لا تدخلني في متاهه ثانيه يا هزاع. انا قاعد اقول لك، انت تقول لي نادي معاقين ما له مقر، انا قاعد اقول لك نادي مشهر، نادي حق اصحاء كم نادي المعاقين في 100 واحد، هذا نادي اصحاء في يمكن 500 واحد، 600 واحد يشارك مسابقات المحليه وميزانيته ما ادري نص مليون ما ادري كم، تقول لي نادي معاقين؟ الله يهديك، هذا نادي اصحاء ما له مقر، تبي نادي معاقين؟ من يقول لك 100 واحد؟ كم واحد؟ 200؟ لا روح اسال هيئه كم واحد، ما ايش دراني يعني، انت واكثر من يعني النادي هذا مال المعاقين اعضاء اكثر من القرين؟ ما يصير. مو كذي اعضاء اكثر من برقان؟ مو كذي، مو كذي كلامك عادل هزاع. المفروض يسوون لكم للمعاقين وللانديه الثانيه كلها، يعني احنا دوله فقيره، الحمد لله دوله احنا بخير، وهذا المفروض عدل. كلامك انت صح عدل، يسوون لكم انت ويسوون لذلك بعد للجميع. مسعود بس خلينا شنو اللي ينقصنا احنا؟ هزاع كلامك عادل. هزاع هزاع نعم اخوي، الله يحفظك. انا عتبي عليك نقطه واحده، لما تقول احنا المعاقين، لا انتوا نعم. اصحاب الهمم. الله يعطيك العافيه. اي والله انتوا اصحاب الهمم، انتوا انتوا منا وفينا، انتوا احد مكونات هذا المجتمع. لا لا تفكر، لا ما ابي اسمع اي شخص يقول احنا معاق، لا لا احنا وياكم في قارب واحد، اللي يضركم يضرنا واللي ينفعنا ينفعكم. انتم اصحاب الهمم او ذوي الهمم. زين زين اختمها بس خلها على لسانك هذه دائما. تفضل. ما عليه تفضل راسك. اختمها بسالكم سؤال، رياضه المعاقين رياضه تنافسيه ولا تسليه؟
لا تنافسية تنافسية وعندنا أبطال أولمبيين. هني الإعلام غايب عنا يا أبو سعود. صح. أنا يخصني الإعلام اللي ما يعرف برياضة المعاقين يسأل أسئلة تقليدية، وين دور الإعلام؟ فاهم قصدي يا أبو سعود؟ ما في إلا أبو سعود. والله يا أخوي يعني هم دوركم أنتوا، يعني اليوم الإخوان في نادي المعاقين في أندية المعاقين يعني يحطون لهم برنامج خاص يتفقون، ومكتب معالي الوزير مفتوح، مكتب اخوي تركي المطير ابو عبد الله مفتوح، روحوا قعدوا معاه قولوا له نبي برنامج خاص حق ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم او حق المعاقين، والله ما راح يقصرون معاكم، وبدال برنامج راح يحطوا لكم برنامجين بعد مو برنامج واحد. الهيئه فاتح ابوابها كلها. لا اتكلم عن الاعلام، ويتكلم عن الاعلام. فاليوم يعني تاكد ان هذا الامر ما راح يقصرون فيه معاك الاخوان. لا انا متاكد، واخوي تركي المطيري ترى داعم لاخواننا المعاقين وذوي الهمم دعم غير طبيعي، وانا اعرف ابو عبد الله في هذه الناحيه تاكد من هذا الجانب. اخوي حمود صبحك الله بالخير. الحمد لله وبركاته، سعد الله صباحكم. حياك الله يا اخوي. هلا ابو سعود، احييك واحيي اخوان الاربعه النجوم الموجودين بجانبك. حياك الله. الله يحييك. انا عندي تعليق على تغريده الاخ العزيز الكابتن حمود فليطح. تفضل. يعني بعد هذه السنوات اكتشف الان الكابتن الخلل الكبير اللي قاعد يصير والتخبط اللي قاعد يصير، الان بينت معاه الامور وغرد ضد الاتحاد الكويتي لكره القدم اللي الناس كلها حتى الغير رياضي يعرف مشاكلهم. طيب ما عندنا مشكله احنا مع الجانب، شنو الاجراء الان؟ شنو تبي تسوي انت لما عرفت الاخفاق والتخبط والمال العام الذي صرف بدون وجه حق؟ شنو التصرف؟ خلاص كل واحد يروح بيته يقعد وعطنا اتحاد غيره وهلم جره. هذه نقطه. النقطه الثانيه، ما لي خلق أعصب اليوم عيد ميلادي. كل عام وانت بخير. انت بخير حبيبي. وانت بخير. فتحية لكل الأخوان اللي وياك كلهم. النصر السعودي عشانك يا أبو سعود. ها؟ الله يعيشك. ترى نادي قامة وقامة فارس نجد وكبير الرياض، كبير المملكة العربية السعودية، وفخر لكل رياضي. كفو. مع احترام لجميع الأندية طبعا. كفو. بيض الله وجهك يا أخوي حمود، وكل عام وانت بخير. ولو أدري كنت بتقول هالكلام والله كان جبنا لك كيكة حطينا لك اغنيه هابي بيرثدي تو يو، بس ما ادري والله. قول بعد كبير اسيا بعد، لا تقول بس كبير الرياض. اخوي علي صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور اخوي عزيز. يا حياك الله. صبح عليك وصبح على الكباتن الموجودين. حياك الله. وانا والله دائما اتابع برنامجكم وحاب دائما اشجع يعني اتابع ابو علي دام محمد كرم، كلامه كله صح. وانا توقعاتي ترى كلها مو كلها يعني جزء منه. لا ابو علي لا جزء منه صح. هذا من شر حاسدي لا حسد. هذا هو ابو علي. ابو علي اذا مسك منتخب الكويت راح يهلهم كاس العالم. مشكور يا والله يا علي، لو مسك منتخب الكويت بيدمر منتخب الكويت. لا ما راح يدمر منتخب الكويت. وباكر شوف توقعاتي كلها صح. وباكر مباراه الهلال والاهلي 0-0 اوكي. إذا انتهى 0-0 معناته أبو كرم أبو علي راح يأهل منتخب الكويت كأس العالم إذا مسكهم، بس عطوا فرصة يعني. لازم يعني تعادل، هو تعادل يا صفر صفر يا واحد واحد لازم يا يعني أبو علي. أبو علي لازم يمسك منتخب الكويت، ويعني هو يعرف كله يعني تخطيطاته وتكتيكاته كلها صح أبو علي. مشكور مشكور يا أخوي علي. والله أبو علي يعني شهادتنا في مجروحة تاريخ وتاريخ وما يحتاج يعني مداعبات تاريخ وجغرافيا. اي أيوة والله. اخذ اخوي جاسم صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالنور. يا حياك الله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. كل من اسمه سعيد. انت من بقى ما شجعت الحين اي فريق ضد الهلال؟ اشجع ان شاء الله. أي. حيث ما تحط خريطة على فنيلتك كل أندية كذي تقعد تشجع واحد واحد، فكل ما تشجع واحد تقبس عليهم. لا مو صحيح. فلامينغو 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 مو بطل الهلال ولا ما بطل؟ لحظة فلامينغو مو بطل الهلال. الفريق الأوزبكي هذا مو طق الهلال أربعة ما أدري خمسة. كذا مو حكي. مو سعيد شلون تاخذ وقتي؟ لا بس انت قاعد تقول معلومه غلط. ما يصير. لا شو غلط؟ كل ما الحين قلت لك الحين مو قلت لك فلامينغو، غيرت الموضوع. مو قلت لك هذا الفريق الاوزبكي، مو قلت لك الحزم، مو قلت لك بنطق الاهلي وبناخذ اسيا كالعاده
وسافت التحكيم ترى ابو سعيد ما يصير تتكلم عن التحكيم مو انا مو انا مو انا مو انا هذا الريال متكلم مو انا مو انا لاعب الاهلي متكلم مو انا يا اخي انا حطيتك التغريده على الهواء تيجي تقول لي انا ما يصير انا موريك اياها على الهواء يبقى احط لك اياها مره ثانيه توريني فيديو من كيفك انا مو فيديو الريال متكلم مو انا بس توافق هذا متكلم لاعب الاهلي قبل مو انا متكلم هذا شنو يعني معصوب متكلم المهم شنو ما يعني باي غلط شنو لا عدل كلامك يا جاسم القطه بكرم حبيبي تكفى يعني والخالدي يعني خلكم ما انتم ما بعد ما يصير ترى ما يصير خلي يونس نفسه احنا نطقه بالملعب وبالحكي كيف هو قاعد اقول لك الحين اقول لكم ان شاء الله باذن الله الاهلي خاصين منه والاسيويه بالمخبه واقول لك عذر من الحين طلع لك عذر من الحين فكر من الحين ليه باكر نعم خالصين ان شاء الله باذن الله الواحد ان شاء الله الليله جاسم بعد مباراه الاهلي شامل تدري شو يسوي عزيز يعني ينطر بس لقطه فيها فيها جدل تحكيمي يسويها مسلسل هذا عزيز ما يشوف الامور تكتيكيه ما يشوف الفريق قاعد يقدم اتمنى بس تتصل فينا باكر ان شاء الله مو تنخش اتصل فينا باكر بعد ما تنطقهم الليل ان شاء الله بنروح حق فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله سنعود كلنا الاهلي راح صباحكم الله بالخير اخونا ابو فريح حاب يرد على فهد الشمري فهد الشمري برد على انا ابو فريح بعد برد كيف فهد الشمري يقول لو ترجع للنصر ظلم يعني استفاد من التحكيم والله يا فهد غير صحيح مع احترامي لك والله يا اكثر نادي انظلم في السعوديه ان النصر ولو تبي اعطيك مقاطع فيديو احنا نتابع الدوري السعودي من الثمانينات الرمز الله يرحمه عبد الرحمن السعود كان يصيح من ظلم ويون النصر من الظلم وكان فوق كل هذا كان يقاتل لتحقيق البطولات وكان يحقق بطولات وفوق كل هذا رحتوا تجيبوا له الناس اللي تصنف البطولات على مزاجكم كلهم هلاليين وقمت تصنفون على مزاجكم هذه البطوله ما نحبها هذه البطوله حطها انت تبي الصراحه اكثر نادي استفاد هذا حقيقه جميع مشجعين الانديه الدوري السعودي الأندية الأخرى كلها اتفقت أكثر نادي مستفيد من التحكيم هو الهلال لا مصاحب مصاحب لا لا في أمور كثيرة لا نختلف احنا معك قاعد خلي بس أكمل نقطة صحيح وأنا شاهد خلي بس أكمل نقطتي خلي بس أكمل نقطتي وتبي تردوا ردوا عليك عرفت استخدمت الدنبوش استخدمتوا حكام قمتوا تسكنوا الحكام على مزاجكم معقول يا دكتور الهلال لا جد والله هذا صالح النعيمه اسطوره الهلال الهلال يحتاج حكام لا لا اسطوره الهلال بعدد النجوم والاقول والكريات الكبيره انا ما اجيب كلام من نفسي انت عادي كلام شواق وحاطين قاعدين ابو علي ابو علي انا اليوم هذا مو كلام فايز فريح هذا اليوم كلام صالح النعيمه حتى كلام يوسف ثنيان انت اليوم يوسف ثنيان احد اساطير نادي الهلال صالح النعيمه احد اساطير يقول احنا كنا نستخدم ضد النصر الدنبوش اللي هو نفس الشعوذه هذا هو كلامه شعوذه هذا شيء موضوع ثاني موجود في اليوتيوب اي هذا شعوذه تستخدمها عشان تهزم النصر وصار يوسف ثنيان يقول الحكام ساعدونا لا ما يقول لا جد والله قال صالح النعيمه يقول الحكام ساعدونا لا يوسف ثنيان قلت لك لا خليني بس اكملك ما عندي موضوع موضوع نقاش انك تقول النصر ما يفوز علي في بطولة خارجية؟ نعم لما تظلمني أكيد ما أفوز عليك اللاعب الكوري اللاعب الكوري من المفترض الكل اتفق أنها طرد في دقيقة مواجهة بطولة خارجية فاز الآسيوية أول مواجهة الآسيوية عربية عربية اي تواجهوا فاز لا ابو خالد طيب برد برد لا عندي وقت والله بس برد على سعود طرد لا جامي طرد لا جامي طرد لا جامي قبل الكرة فاول عبد الفتاح السيري هذه يا دكتور لا اقول لك طرد 100% ومفروض يتحول الى لجنه انضباط بعد ولكن هني مربط الفرس وين نقطه الخلاف ايه؟ الكره كورنر قدام الحكم ايه؟ تعمد الحكم وفاول وفاول حق عبد الفتاح عسيري تدخل سلمان الفرس وكورنر
مس الكرة دكتور احتجاج لاعبين النصر رجعت الكرة انقلب لجامي دكتور برد يعني هذا دكتور ضرب البليهي الحمد لله ضرب بالوجه متعمد دكتور برد لا هذا ما يخلل من القيد ما عندي وقت والله ما عندي وقت والله ما عندي وقت لا عندك ما عندي لا 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 يا حبيبي دكتور نصراوي دكتور لا اسمع لا نصراوي ولا هلالي. انت اتفاقي الحق يظل يعني مع احترامي حق كباتن الذكاتير صالح النعيمه احترام لي رايك انت لكن يظل لا تاريخ لا تقول لي اعذار ولا تحكيم ما تحكيم كبير هذا مجهوده هذا مجهود كبير نادي غير هالكلام ناديك انت الكويت اكثر واحد تكلم لا الكل كبير الكل سبب التحكيم الكل انضرب التحكيم هذا حكي ضعيف لا تقول الحبيب العربي اكثر مره تكلم القادسي اكثر ناس تكلم عن الحكام لا الكل انضرب الكل انضرب وكل استفاد لكن يظل الهلال تاريخ كبير طيب يصير بتكلم عن الهلال والله ما يصير بتكلم عن الهلال دقيقه انت تسولف 10 دقائق مو دقيقه عشان مصالحك الكلام ما تبي تتكلم يلا تفضل رد عليه خلص الدقيقه الهلال باختصار ايه اللي بالجدر يطلع من الله لا يمشي امامك لن يعطيك شو يشوفك وينتقدك ويشوف اقول لا بخل القصيده هذه لا ويراقبك ويحاول لا يتصيد عليك شنو وهو اللي خلف لا شنو لا لان الهلال دائما اللي يمشي امامك شنو لن يراك يا عزيز لكن اللي خلفك هو اللي يشوفك ودائما لا ما راح يشوفك لا لا نعم تعلم والله تعلم اذا بيجي تمامك لن تراك لا ابو علي اكيد مش تراك انت تراني ولا ما تراني لا ها هذا رد على ابو علي يقول لي رد شلون ارد يا اقول وانا قدام اقول ما عليك شبه الهلال اللي وراي هو قاعد يشوف هذا كلام ضعاف هذيل الفرق الضعيفه لا تخلم تاريخ الهلال ما حد يخلم تاريخ النصر ما حد يخلم تاريخ الهلال ما حد طيب كابتن فرج فريق كبير وفريق النجوم وفريق اقول في نخبه يعني نخبه المجتمع ثقافيا ورياضيا واجتماعيا في كل الامور ما يصير الان يعني بعد النصر بعد منه تقلل من في كبير كان الهلال يحتاج الحكم لا معنى هو تعطيه فرصه في كبير كبروه كالهلال وفي كبير بدراع كالنصر مو صحيح انا انتقل لي قبل يومين يمكن أخ عزيز اتصل فينا هاتفيا ووجه لنا دعوة لحضور يعني عشاء وغدا حسب اختيار أسرة الديربي في مزرعتهم في الوفرة وهو يعني الأخ العزيز الكابتن علي عمران فيليتشاوي بعض الأخوان قالوا منه احنا قلنا لاعب سابق والبعض ما عرف الكابتن علي عمران احنا عندنا كم صورة وأشكر أخوي صلاح المطيري طبعا أبو عبد الله والأخوان في هايدو زودوني بهالصور الجميلة عشان أعرف أيضا الاخوان بالكابتن علي عمران الفيليتشاوي هو حكم سابق طبعا هذه مع الشهيد فهد الاحمد وهو كان لاعب ايضا مع الفحيحيل احد اعضاء فريق بطل لا قدم هذا هو هي علي عمران هذا معروف هذا وجه لنا دعوه لغدا وعشاء حسب اختيار الاخوان في الديربي نشكره على الدعوه تقديرا لبرنامج الديربي وتقديرا لاسره الديربي تعرف ابو لا هي علي عمران الحين شفت صورته عرفته يلعب شنو يلعب قدام لا كان يلعب نص لا لا نص ورا استنى يلعب لا بس لاعب معروف عن اللي عرفته الحين ترى وجه دعوه وقال لازم ابو علي ولا يهونون الاخوان طبعا وعبد العزيز الراجل بحكم انه رفيجه في يجيب امير سراج ويا ضروري نتشرف والله يا ابو حسين وهذه الصور مرة أخرى أشكر أخوي صلاح مطير أبو عبد الله اللي يعني زودنا فيها حتى المشاهدة أيضا عرف نجومنا السابقين وإن شاء الله فرصة أن أيضا على الأقل نقابل نستذكر بعض الذكريات معاك نعمل تقرير إن شاء الله الأخوان راح يعملون معاك تقرير أيضا نجومنا السابقين لهم حق علينا أبنتقل لي أيضا على طاري الدعوات الأخوان القائمين على مطعم دلفينو تقديرا لبرنامج الديربي وهذه ترى الامور يا اخوان والله كبيره في حق برنامج الديربي يعني لما يتصل فينا الاخ علي عمران ما نعرفه ويتصل على الهواء مباشره ويقول انتم مدعوين تقديرا لضيوفك تقديرا للبرنامج اليوم الاخوان في مطعم دلفينو لما يقول ترى برنامج الديربي كل اعضاء الديربي مدعوين بغض النظر عن العدد ترى هذا شيء يعني يعتبر فخر وشرف لنا صراحه ان الناس قاعد تقدر برنامج الديربي قاعد تقدر ما يعرض في برنامج الديربي قاعد تقدر
ما يقولون اخواننا وزملائنا ومحللينا في برنامج الديربي. لبينا الدعوه، نشكر كل من يعني لبى الدعوه وحضر، من لم يحضر ايضا معذور. نشكر الاخوان في مطعم دلفينو على كرم الضيافه وحسن الاستقبال. اخونا فواز صلال كان حاضر هذا العشاء وعد لنا هالتقرير. بالعافية أبو علي. الله يعافيك. إيش تبي؟ أكل صراحة ما توقعته، فوق مو جيد، مو الجودة، الجودة جودة السمك وجودة الطباخ اللي قاعد يطبخ السمك صراحة. وأمانة بدون مجاملة أكل على مستوى. ما شاء الله، والدليل فسخت القطرة والعقال. طيت قطرة وعقال ولا ما هذه يبي له كذي. عيش على مستوى. الربيان على مستوى، السمك على مستوى، الشوي والمقلي وكل شيء صراحة أكل ما يقول عليه. وبعد كم يوم الأهل هني يعيبهم. دعوة كريمة من قناة الديري ومن أصحاب مطعم دلفينيو، وقلنا بنجرب. للأمانة طلع شيء فاخر وشيء رائع وشيء ممتاز، أنصح فيه. واللي يجي المطعم وما يعجب الأكل أبد، الكابتن محمد كرم هو يحاسب عنه. ليش مونت؟ لا، لانه هو اللي راح يجيبها هلا على حساب الديربي هنا. مطعم راقي في بني دلقار، شيء مو طبيعي بصراحه. يعني في اشياء من السمك يعني كليناها ببيوتنا وكليناها برا ما اعرف ايش، بس مو بالجوده هذه. الطباخ الشيف مالهم هني والجماعه كلهم نفسهم حلو على الاكل. يعني حتى اضيف لك حتى السيرفيس من الاخوان اللي سووا لنا سيرفيس، سووا شيء مو طبيعي. يعني بدلوا الصحن لي لمال يهال صغار. يا حلوة. أتمنى أهل الكويت واللي يحبون السمك يجون حق المكان هذا، وإن شاء الله لهم شيء طيب، وإذا ما عجبهم يأخذون حسابهم لعبة كرم. حقيقة يعني شيء فاخر وشيء يعني على مستوى راقي، أنصح فيه الجميع أمانة. ومثل ما قالوا الإخوان يعني أو قال أبو علي، إذا ما عجبكم الأكل هو يحاسب، وعلي حاسب يعني. ولا فيعني أتمنى يعني حقيقة يعني المطعم مميز من خلال الأكلات اللي فيه، خاصة السلمون. السيرفيس مهم، سيرفيس زائد نكهة زائد نظافة زائد تعامل، حتى اللي موجودين ما شاء الله يعني متعاونين معانا، وسيرفيس مالهم ما شاء الله حاضر، والله يعطيهم العافيه. الربع يقولون اللي ما يعجبه المطعم يكلمون ابو علي ويدفع الحساب. ابو علي كريم معروف عنه، بس الله يسر لانه كان الاكل وايد، راح يقدر ما راح يقدر ما ادري، بس هو احنا عارفين اعذاره، راح يقول الكنت مو عندي والبطاقه مو عندي، فعارفينه. فمن عمر معروف ابو علي بكرمه، والله يعطيكم العافيه. وطبعا انا بالنسبه لي اللي عجبني اكثر عشان راح يكون الصنف مالي ايش اسمه الهامور، رز دلفينو. رز انا انصح فيه، رز دلفينو هذا طبق عجبني وطيرته. انت بتحط على الكاميرا شوفه. هذا طبقي. الحمد لله رب العالمين، احنا بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نتميز في كل طبق احنا بننزله على الطاوله، ايا كان الاوردر، ايا كان النوعيه اللي احنا بننزلها، بنحاول دايما ان احنا نجدد في شغلنا، شغلنا يكون مميز. الكويت ما شاء الله مطاعمها كتير والسيفود في الكويت كتير، فاحنا بنحاول ان احنا نكون مميزين، والحمد لله يعني في فتره بسيطه قدرنا ان دلفينو يكون من المطاعم المميزه بالكويت. شنو الاشياء اللي تتميز فيها دلفينو؟ دلفينو الحمد لله رب العالمين، يعني كل ما في دلفينو مميز، بس عندنا طبعا السيباس المشوي جدا جدا مميز. عندنا رول دلفينو المحشي بالروبيان من الحاجات المميزة جدا، وهي فكرتنا وشغلنا احنا، بس مش عند اي حد تاني شغلة زي كده. عندنا كمان السلمون بنعمله بصوص مميز جدا جدا مع صوص المشروم، شغل مميز جدا. روبيان المشوي الحمد لله اي طبق بيطلع من دلفينو بيكون جدا مميز، احنا بنتعب عليه لان المنافسة كبيرة بالكويت، فاحنا بنحاول نكون قد كده يعني.
هذا الفرع الوحيد هني؟ هذا الفرع الوحيد بس ان شاء الله على اول السنه باذن الله في بالخيران وبالقهره باذن الله اول السنه ان شاء الله. شكرا للاخوان في مطعم دلفينو على الدعوه الكريمه، وارجع واكرر يعني هذه الدعوات، اعتذر من اللي يمكن موجه لنا دعوات في 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 خلال هالفترات ويمكن ما نلبي الدعوه، يعذرنا ونحاول نلبي الدعوات. وهذه مره اخرى ترى تشعرنا بالسعاده لان في ناس قاعد تقدر برنامج الديربي، قاعد تقدر من يتواجد في برنامج الديربي، سواء رعاتنا داعمينا وحتى من ايضا يدعونا للغداء والعشاء. ابو علي مشكور ايضا على تلبيتك الدعوه. لا بالعكس، والله يعطيك العافيه، والله زينين، والله ما اعتذرنا يعني صراحه على مستوى الاكل. صحيح، وعاد انا من النوع اللي نحب السمك، الاكلات البحريه هذه، فبصراحه على مستوى يعني مو بس نوعيه السمك مثل ما قلت، نوعيه حتى الطباخ يعني يجيدون الطباخ، فاعتقد والمقبلات والامور هذه، فاعتقد ان لا يطوفكم المطعم هذا، مطعم على مستوى امانه، جربوا عطوا وتشوفون ان كلامي صحيح. بفرح ايضا مشكور على تلبيتك الدعوة. الله يرحمه، وهذا واجب للامانه ابو سعود. شوف انا ترى امس لما دزيت الدعوه ودزيت اللوكيشن بطلت اللوكيشن، قعدت ابطل بشوف المطعم وين مكانه بالضبط، الا مكتوب دلفينيو للمأكولات البحريه. انا ترى مع المأكولات البحريه مو زين يعني، اوكي سمك بس ربيانة ما ادري شو اي يعني، ما اكل له سمك بس، فباجي الامور اللي في البحر لا ما اكل يعني نهائيا. دود البحر ما تاكل؟ لا دود البحر وهكت فيه، انا صار لي ساعتين اسال عن دود البحر، ابي اعرف شنو يعني، لا يكون صابني وانا ما ادري بحضري. مشكور ايضا اقول لك ابو سعود بجد، فلما دريت ان مأكولات بحريه تبي الصراحه تطلع انا ما نبي عيوش نبي مشاوي، بس لما رحت توني اقول حتى لابو لهيب قلت له انا ما اكل ربيان، بس لما شفت الربيان شلون طباخه شلون جايك محمش بالطريقه الصحيحه، للامانه انفتحت شهيتي، العيش السمك المقبلات السلطات كل شيء كان رائع، خصوصا اللي جابها الاخيره اللي خذوها من قدامك، خذاها الهامور ابو بدر وبسالم، الهامور المحشي هذا. شكرا يا ابو لهيب ايضا تلبيت. هذا واجب، هذا واجب ابو سعود، واحنا للامانه يعني نشكرهم على الدعوه هذه الطيبه، يعني نسعد دائما يكون في دعوه لنا او حق البرنامج نفسه. زائد ابو سعود انا يمكن كنت اول الحضور ابو علي حاضر، واحرص على يمكن النظافه، يمكن دخلت داخل وشفت الوضع للامانه شيء مرتب شيء نظيف، زائد النكهه الجميله زائد الاطباق الحلوه جميع انواع الاكلات البحريه متواجده، والله يعطيهم العافيه وان شاء الله يتوفقون ان شاء الله. يقولون قايل علاء قايل اي واحد من طرفك خصم 10% 10% خصم من حق متابعيني لان نزلت بالسناب، ف قول له انا باكر ان شاء الله. هو بعد قال لي قال انا من يعني محبينك متابعينك، ف والله انصدمت، يقول لي متابعك ولا قال والله لا هو قال متابعينك ايش قال هذا علاء قال العتوي هذا احسن واحد يقول حق السمك يعرف حق الربيان والسوالف لا ما تبي دخلت المطبخ اول شيء ضيع ترى ابو لهيب ضيع المطعم محمد كرم بياخذ اهله بيروح يقول انا متابعين فرج لهيب قط القطر وقال الدنيا فقال لي لك خصم 10% ويعطي العافيه تستاهل انت يا ابو لهيب تستاهل الطيب وعليك عتب يا ابو خالد لا السبت انا ان شاء الله رايح مع انا استمتع افضل يعني الظهر البيت روح باكر روح باكر ليش لا السبت لا بروح سمعه باكر لا بروح السبت عشان الخصم نواف يقول عن طريق عن طريق لا والله اذا رحت لنواف وديت الاهل وهذا صراحه ما تنسى اكله على مستوى دلفينو والنعم والله وشكرا لك ابو علي على انك دفعت الحساب على كيف كيف شكرا انك دفعت الحساب لا ما رضى والله الاخوان في دلفينو كل شيء عليه مشكور اخوي علاء والاخوان اللي معاك ايضا وصاحب الدعوه نعم طيب عافية نعم جعفر نعم ولا السبت عزيز انا موجود نعم ان شاء الله حاضر وعادل 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 نعم. وعادل قبل لا اختم ايضا يعني احد الاخوان دازلي يقول حق ابو فريح ترى الهلال في السعوديه نفس يوفنتوس في ايطاليا ايش رايك يا غير صحيح غير صحيح غير صحيح على الاقل اذا تبي تقارن اوكي اتفق وياك ان اليوفنتوس نفس الهلال يوفنتوس تعاقب وهبط درجه ثانيه
زين خلي الهلال يتعاقب وياه بالدرجه الثانيه. هذا اسمع ومن فمه ودينه يعني الهلال. انا مستغرب من شغله شنو يعني نوكم من خادم مو قاعد يرد. استغرب والله منك هلالي انت هلالي رد يا اخي. ليش ارد زين؟ عشان الرد بالملعب. الرد بالملعب. خلي الصياح لك. انا اقول لك ليش. خلي الصياح لك. والله لعيب رد. تدري ليش؟ تعبنا واحنا رد. لان ابو فريح لعبها صح. اول حلقه رفع ابو خالد افضل حارس مرمى في اسيا. اي وساكت عنه مستغرب انا والله. لاعب اوروبي. لا لا والله. فهني ابو فريح. لا لا. انحرج. حجمك حجمك. ما قدرت تصعبه. كثرات ما اشترونك. كثرات اشترونك ها؟ كثرات هلاليه واخر دائما يكون مدرب يوم مدرب تكتيكي. لا شوف شوف. تكتيك هذا ترفع تجبس ها؟ هذا تكتيك يا. تعلمنا من الهلال كثرات الهلاليه ان الرد بالملعب اما الصياح فنترك لكم يا عزيز. كفو والله. بسعودكم وصيحه اقول من ليها بس بسعود كاتبها بيني وبين الكابتن نواف. انا مباراه عمان مباراه عمان تذكرها رفع 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 اللي كنا تعادلنا 0-0 اللي بفضل الله ثم فضلك. نعم انا قلت انا لو موجود في الملعب والله لا اروح لقبل راسه. الله يخليك تاريخ جد والله لان فعلا مباراه ذيك 10 لاعبين 10 لاعبين لا جد 10 لاعبين واقفين يسوي يسوي واسد يسوي يسوي الشريف اذا مدح شال كم طوله لا لا يعني الحين قال هذا والله والله هذا طيب منا حقيقه هلال النصر وحرتنا والله دكتور وهذا لطف وطيب منك حقيقه لا والله تستاهل شكرا على 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 هذا الاطراء اللي اكبر منه حقيقه ولا نستحق لا والله تستاهل وانا اشكر الاعلام الجدير والقائمين عليه اللي جمعتني وياك اني اقدر اقول لك الكلام لان في بعض المرات التغريد في تويتر ما يلامس القلب يعني بس بيتكلم على الهلال ما يخالف الحين الحين يتكلم على الهلال لا 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 هو اقول لا رايه لكن احنا ما قلت الرد بالملعب ردك ما شوف لو بنحرج عموما وصلنا الختام قبل لا اختم ايضا يمكن هني قال توقع بو علي عن مباراة الأهلي والهلال إن 2-2 دكتور 2-1 الأهلي 2-1 الأهلي 2-1 الهلال فوز الهلال إن شاء الله كم أي نتيجة كانت كم عطنا إن شاء الله 2-2 خليك في فرامي فصلت حارس انا فصلت اقول جرد على هوش اقعد على انت اقول يعني تفصل البرد والله ما صار والله قلت تخيل لو ما في حياتي ابيض واسود شلون كنا ابيض واسود اسكت دير بالك اسكت والله مالي شغل رد على هوش لا تطيح بلساني لا تطيح بلساني دير بالك لك كل غيرك دير بالك دير بالك اعتذر منك اعتذر والله انا اسف استثنى انا اسف رساله هذه دير بالك رساله الحين راحت الرسائل ام رسائل الحين كله واتساب بها هذا الغشمره هذه انت غشمر معه ردها عليه بالغشمره يلا ما يخالف اي والله تبي غشمر مع هذا ردها زين شنو قال الريال ما قال شيء والله كليتني والله والله دعوه كليت الريال ما قال والله ما قلت شيء لا عشرة عمر ابو لهيب اه زين عبالي بعد صدق ما قلت شيء والله لا انا ابو لهيب بعد غير والله ما قلت شيء ابو خالد زين قول قول كليتني والله زين قول مالت دوده زايده ما يوم العمليه طيب شكرا لضيوفنا كابتن محمد كرم دكتور فايز فريح شكرا لكابتن فرج عيب شكرا لكابتن نواف الخالدي قبل لا اختم كالعاده اختار لكم حساب الحساب اللي اخترته لكم حساب اهلاوي اسمه عاشق اهلاوي يعني مناسبه الحديث عن مباراه الاهلي والهلال اخترت لكم حساب اهلاوي جميل هذا الحساب طبعا يتحدث عن شوف انا الحمد لله الله 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 رزقني شيء طيب من هالعاشق الاهلاوي من هو محمد الهويش حكم مباراه الاهلي والهلال يقول هو حكم مباراه الهلال والتعاون اللي من المفترض المفروض بريك مطرود من الشوط الاول حكم مباراه الاتحاد والاهلي الاخيره اللي نرفز لاعبين الاهلي بكروت غير مستحقه وفاول غير صحيح
جاء منه هدف الاتحاد الأول ولم يطرد سعود عبد الحميد العام حكم الأهلي ضد التعاون لم يطرد حسين كادش. مشكور يا عاشق يا أهلاوي حسن كادش. عموما عاشق أهلاوي كل الأهلاوي أتمنى يتابعون ما يقصد الحساب. الأهلي السعودي يقصد الأهلي المصري شون؟ يقصد الأهلي المصري. حسابك مميز يا أخوي عاشق أهلاوي الله يوفقك وإن شاء الله فالكم الفوز. دعواتكم للأهلي ودعوات لمتابعة حساب أخونا عاشق أهلاوي من الحسابات الرياضية المميزة واللي تتعلق في النادي الأهلي. الشكر في النهاية لرعاتنا ودعمينا شركة ونرز العالمية معقمات هايجين يهابيرين. شكر لأطياب القمة. شكر لكيو كيبل. شكر لحلويات كراميلو. شكر لشاورما اند جريل. شكر لمطعم دومز. الشكر لدير اندير. الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيس في الكويت. الشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه. الشكر لمتادور ديزاين. الشكر مره اخرى للاخوان القائمين على مطعم دلفينو. كالعاده يعني في ختام الحلقه اطلب من الجميع دعواتكم للاهلي للملكي للراقي اليوم ان شاء الله بالتوفيق والفوز ان شاء الله فالهم كلنا الاهلي.